قلب الإنسانية النابض الذي يبحث عن نوبل للسلام في العام القادم عبد الفتاح، والله بيمضي بخطى متسارعة للحصول على جائزة أو ميدالية نوبل للسلام. شوف لو قلبك حنين ابتعد عن هذا البوست القادم. عبد الفتاح السيسي: تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن هو مين نحن بقى حضرتك معلش زبط. انت يعني اوكي، على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، ففي اوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج يا بومة، وسننتصر جميعا يا بومة، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع. إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بميدالية نوبل للسلام، لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد والأولمبي، وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية إلى آخره. إلى عبد الفتاح، ما هو في مثل بيقول عريان معرفش إيه يتقمص تقميزه ويقول باب الخماره فين. يا راجل حرام عليك، انت فايض عندك قوي كده. اسمع بقى الراجل بتاع معهد القلب جمال اللي داخل في دور دجال، اسمع بيقول ايه بقى. النهارده كتب السيسي على صفحته ان مصر مستعده تقديم مساعدات لكل دول العالم. هي رساله خفيه مبطنه لاصحاب القرار في العالم بان مصر مستعده لتقديم العلاج للعالم بشرط التعاون مع مصر في الملفات المختلفه، وان احنا ما استقبلها بدور قيادي لمصر عالميا. عموما تابعوا ارقام حالات كورونا في ايطاليا في الفتره القادمه وتراجعها والقضاء على الوباء زي اللي حصل في الصين. ولو تفتكروا بعد زياره وزيره الصحه للصين نجحت الصين في القضاء على الوباء، يا سلام، وانخفضت الحالات بشكل كبير جدا، والسر هو ان مصر قدمت العلاج للصين بس كنت ايمي. النهارده وزيره الصحه بتكليف السيسي زارت ايطاليا مع شحنه مساعدات وظهرت بدون ماسك متعمده، ده معناه ايه بقى؟ ناخد من ده ايه بقى؟ ثلاث دروس. اول درس معناه اننا ربما نكون وصلنا لبروتوكول وقائي كامل. تاني درس نقدر نقول مبروك لايطاليا عدت. ثالث درس مصر عندها العلاج وهتقدمه لايطاليا. رابع درس حرس ما بيهزرش. سوري حرس مين؟ لا معلش ده بعده. حرس مين؟ خد يالا. طب انت ماشي كويس. بتطبل حضاريا تمام جدا. أنا معاك في كل ده. مصر قدمت العلاج كوتيمي للصين، ماشي. وقدمته كوتيمي لإيطاليا. والهبلة العبيطة المبادرة راحت من غير كمامة، والله أعلم من غير إيه كمان. واتفرج يا معلم، حلو لحد كده أنت ماشي كويس. إيه اللي دخل حرس في الموضوع؟ قال لك حرس ما بيهزرش. قول له هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنك. إيه؟ برع وسن الفيل. ايه يا جدع اللي انت بتقوله ده؟ حرس اللي ما بيهزرش. هو انت هتقلب مني على دجل؟ ده دكتور قلب، ده كان مدير معهد القلب، ها؟ القلب يعشى كل جميل. شوف بقى التعليقات وصلت له بقى. حضرتك عندك ثلاث تؤرث اركان حرب توفوا الله يرحمهم ويغفر لهم ولامواتنا واموات المسلمين. ده غير الاعداد الحاليه اللي متوفين ومصابين بعد زياره للصين. يعني لو في مصل او علاج يبقى الناس دي ولا ده مصل للتصدير؟ وبعدين حد تاني كاتب له وما قدمتش العلاج للحالات اللي عندها ليه؟ حد على فكره الدكتور كان في ترياق في كلامه، انا ما حبيتش البوست كله للاخر. واما مصر عندها علاج ما بتدوش هنا للناس هنا ليه؟ ومعدل الوفيات بالنسبه للاصابات عندنا عالي. الى الان ما فيش اي علاج للفيروس، كلها اجتهادات. يعني انت ماشي حلو في البوست بتاعك وانا متفق معاك، جاي في الاخر تقول لي حرص. وبعدين هذا الكلام منقول من صفحتي بالفعل. كل المعتقدات بصحة استنتاجاتك الله الموفق والمستعان. بص بقى عبرة العجل يا جماعة، ده صحيفة الدستور، أنا مالي؟ جايز الراجل بيهرج يعني، أو جايز الراجل كان واخد حبيتين ترامادول وقال الكلمتين دول، لكن بصوا على طول. نرجع بقى للإنسانية الطفحة. عبد الفتاح أبو قلب خصاية بيقول لك مستعدين نقدم، ها؟ طب ما أنت ما عندكش أصلا جوه. ده بص العالم بيعمل إيه بقى؟ حرب كمامات، كورونا يتسبب في صراع دولي على الأقنعة.
حصل بقى ان امريكا في متن الخبر تحت امريكا قالت لك انه كده بص اهو يزداد التدافع الاوروبي على وجه الخصوص لشراء القفازات والكمامات مع ارتفاع عدد المصابين الجديد، وتطلق فرنسا على هذا التدافع الشرائي حرب الاقرعه. ومؤخرا اتهمت المانيا، اتهمت امريكا بانها قرصنت شحنه كمامات. وقال اندرياس جيزيل او جيزيل احد المسؤولين في ولايه برلين ان الولايات المتحده ارتكبت قرصنه عندما اخذت شحنه مكونه من 200 الف كمامه كانت مخصصه لشرطه برلين وتم تحويلها للولايات المتحده اثناء مرورها في بانكوك. وحسب تقارير اعلاميه المانيه فان شركه ام 3 او 3 ام الامريكيه لم تصدر شحنه الاقناع المطلوبه الى برلين، الا ان الشركه نفت ان تكون المانيا طلبت الحاجات والكلام. يعني العالم وقع في بعضه والسيسي طالع يقول لك عندنا وهنصدر. طب ما تصرف للدكاتره. ده بص الخبر الجاي، السيسي كان عزه في مارس عزه رئيس الوزراء في ضحايا كورونا. بيعمل ليه كده؟